بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على إن شاء الله المحاضرة الثانية. المحاضرة الثانية اللي هي هنتكلمنا الدور اللي فات على الأورجونومكس، مش كده؟ اتكلمنا على الانترودكشن، تمام؟ النهاردة المحاضرة الثانية هنتكلم على شابتر 2 اللي هو صفحة 11. هنتكلم على The Physiology of Work. فيسيولوجي يعني احنا خدنا فيسيولوجي، كلكم خدتوا فيسيولوجي مش كده السنه اللي فاتت، اللي هي وظائف الايه، وظائف الاعضاء. يبقى فيسيولوجي اوف ذا ورك بنقول تاثيرات العمل يعني وظائف العمل تاثيرتها على وظائف الايه 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 الاعضاء بتاعه الانسان. هنيجي هنلاقي نمره 2.1 مكتوب ديفينيشن. يبقى الفيسيولوجي اوف ذا ورك ها is a part of human physiology، هو جزء من وظائف الأعضاء بتاعة البني آدم. focusing بيركز على explaining the mechanism الميكانيكية that form the basis for response of human body، يعني استجابة أو تأثير جسم الإنسان ها while performing work، يعني الإنسان جسمه بيحصل له إيه وهو إيه وهو إيه بيشتغل. طيب هنقول Why is understanding physiology of work important؟ ليه عشان نفهم الفسيولوجي بتاع الورك مهم. طيب armed with knowledge، armed يعني جاي من army من الجيش او التسلح بالمعرفة about this mechanism على هذه الاليات we can predict the behavior of an organism، نقدر نتنبأ بوظائف الأعضاء بتاعتنا during أثناء البرفورمانس of various types of work، أثناء أدائنا إلى إيه أعمال إيه مختلفة. خلاص طيب this will allow، ده هيسمح لنا to adapt workload، إن إحنا نأقلم حمل العمل and shape وشكله والبيئة بتاعته in accordance مع لتتلائم مع الهيومن كاباسيتيز، مع مقدرة الإيه الإنسان. طيب هنيجي بعد كده هنقول سيستم انفولفد ان فيزيكال ورك، ايه اعضاء جسم الإنسان اللي هي بتتأثر بصفة رئيسية اثناء الإيه اثناء الورك. هنيجي هنلاقي تحت مكتوب most significant system، هنحفظ العناوين. نمرة واحد هنلاقي الكارديوفاسكولار سيستم والريسبيراتوري سيستم، اكتر اعضاء بتتاثر هو الجهاز الدوري، القلب والاوعيه الدمويه والجهاز الايه التنفسي. طيب لما انت بتعمل شغل بايدك، بتزق حاجه، بتشيل حاجه، بيتاثر معاك ايه كمان؟ الماسكولوسكليتال سيستم، يبقى كمان الايه على العضلات والعظام. تمام، يبقى عرفنا ايه السيستم اللي هي بتتاثر. طيب هنيجي بعد كده هنفوت صفحة 12، هنفوت التلت الأولاني ونيجي على 2.4. هنلاقي إيه الفانكشنال تشينجز، إيه الوظائف التغيرية اللي بتحصل during physical exercise، طبعا أثناء المجهود غير ما أنت بتبقى إيه مرتاح. أول حاجة هنلاقي 2.4.1، قلنا إحنا أول حاجة كارديو فاسكولار سيستم، الجهاز الإيه الوعائي، الجهاز الدوري الإيه الوعائي. الجهاز الدوري الوعائي ده بيعمل ايه؟ هنلاقي نمرة واحد transport of oxygen من اللنج. خلاص يبقى ايه اول وظيفة، كفاية اوي نحفظ السطر الاولاني، بينقل الاكسجين من اللنج خلاص للايه للمصل وايه وللبودي. جميل. طيب بينقل الاكسجين بس لا، وترانسبورت كربون دايكسايد in the opposite direction، في الاتجاه المعاكس. جميل. طيب يعني بيدخل اكسجين ويخرج ثاني اكسيد الايه الكربون. وبعد كده تاني حاجة transport of energy substance، خلاص بينقل مواد الطاقة اللي احنا خدناها السنة اللي فاتت الـ ATP، مش كده؟ يبقى ايه الجهاز الدوري هو اللي بينقل مواد ايه الطاقة. نمرة تلاتة discharge excess heat generated during exercise، يعني بيخرج طبعا انقباض العضلات والشغل بينتج حرارة، الحرارة دي بيخرجها الجهاز الايه الدوري. جميل. طيب هنيجي بعد كده هنقول انت لما بتشتغل جامد، لما بتشتغل وتبذل مجهود
الهارت ريت بتاعك بيزيد مش كده؟ معدل دقات الايه؟ دقات الايه؟ الايه؟ القلب. هنيجي هنفوت نيجي على نخلص صفحه 12 ونيجي على صفحه 13 في اولها بنقول during more intense exercise اثناء المجهود الكبير ماشي the maximum heart rate attained during maximum exercise يعني اقصى عدد ممكن القلب يدقه ها القلب الطبيعي مش العيان بيجي مع الماكسيمم ايه اكسرسايز يعني هل ممكن قلبك يدق 600 مره لا 600 مره دي في حالات مرضيه لكن هنقول ان القلب اقصى مجهود له ما يتعداش معادله بتقول 220 ناقص الايج يعني ايه الكلام ده انتوا مثلا عندكم 20 سنه نقول يبقى بالنسبه لكم لما تبذل اقصى مجهود يبقى الهارت ريت بتاعك لا يمكن يعدي الايه ال 200 فهمنا يبقى 220 ناقص ايج يساوي الماكسيمم هارت ايه هارت ريت طيب الهارت ريت زاد جميل طيب عندنا حاجه تاني خدناها السنه اللي فاتت في الفسيولوجي اسمها الكاردياك اوتبوت الكاردياك اوتبوت هي الاماونت اوف بلاد بامبد باي ذا هارت ان 1 مينيت مش كده خدنا كميه القلب الدم التي يضخها القلب في ايه في دقيقه هي تيز اباوت في النورمال من 5 ل 6 لتر ديورنج ايه ديورنج ريست ولكن اثناء الاكسرسايز ممكن توصل زي ما مكتوب اهو ماكسيمم كاردياك اوتبوت ها بتوصل ل 25 ايه لتر في الناس الرياضيين اللي هم تريند ممكن توصل ل 35 لتر في الايه في الدقيقه جميل يبقى ده الكاردياك اوتبوت ديورنج ايه اكسرسايز ماكسيمم اكسرسايز طيب هنيجي بعد كده هنلاقي عنوان تاني ايه اللي بيزيد البلاد فلو بيزيد طالما الكارديك اوتبوت بيزيد امال الدم ده بيروح فين يبقى بيحصل البلاد فلو البلاد فلو بيزيد ويوصل لايه للعضلات والايه علشان تؤدي ايه تؤدي وظيفتها يبقى هنحفظ دي كايه كعنوان هنيجي بعد كده هنلاقي صفحه 14 242 اللي هي ريسبيراتوري سيستم طيب هنقول انت لما بتبذل مجهود قلبك بيدق مش كده؟ كاردياك اوت بوت بيزيد بتبدا تنهج ونفسك بيبقى عميق يبقى ريسبيراتوري سيستم تشينجز ان ذا اكتيفيتيز اوف ريسبيراتوري سيستم خلاص ليه؟ ينتج عن ريزلت فروم انكريزد اوكسجين ريكويرمنت الجسم عايز اكسجين زياده علشان هيبذل مجهود اكبر خلاص اوف وركينج ماسل سيلز اند انكريزد ديتشارج اوف كربون ساكسايد يبقى انت محتاج الى اكسجين زياده وتطلع ثاني اكسيد الكربون وتطلع ثاني اكسيد الكربون ايه؟ طلع ثاني اكسيد الكربون اكتر جميل؟ طيب هنيجي بعد كده هنقول بعد كده بيحصل ايه؟ فنتيليشن اللي هي عمليه الايه؟ انتفاخ الايه؟ الرئه يبقى في عمليه الفنتيليشن بيزيد الايه؟ الفنتيليشن جميل؟ يعني ايه فنتيليشن؟ ذا انكريز اللنج فنتيليشن تيكس بليس immediately after commencement of physical exercise commencement يعني بدايه الفيزيكال اكسرسايز and is proportional to the intensity unit it reaches about 70% of maximum intensity يبقى بيزيد بنسبه حوالي ايه 70 في الايه في الميه خلاص جميل طيب بعد كده ببدا بيحصل الفنتيليشن بيزيد وامتلاء الرئه بيزيد بيحصل البرفيوجن اللي هو ايه اللي هو بلاد بريشر في البلمونري ارتري بيزيد ضغط داخل الدوره الرئويه بيزيد الايه الضغط داخل الدوره الرئويه طيب هنيجي بقى بعد كده صفحه 15 هنلاقي بنقول فيزيكال كاباسيتي التعريف بتاعها بتقول determine the ability of person مقدرة الشخص to perform physical work انه يؤدي عمل او يبذل مجهود مش كل الناس زي بعضيها الصغير مش زي الكبير الست مش زي الايه الراجل السليم مش زي الايه العيان يبقى الفيزيكال كاباسيتي ها نحط خط تحتيها ها determine تعرفها ability of person مقدرة الشخص to perform physical work ماشي في تأدية الايه عمل بدني and is measured as maximal oxygen uptake بتتقاس بكمية الاكسجين اللي هي ايه بتستهلك خلاص
ماشي، يبقى which is the capacity of individual body to transport and ينقل and utilize ويستفيد بالأكسجين. يبقى هي الماكسيمال أكسجين أبتيك، كأكتر كمية أكسجين بيقدر إيه يستفيد منها الإيه الجسم والإيه والعضلة. هنيجي بعد كده 2.5.2 بيقول لي فاكتور افكتنج فيزيكال كاباسيتي، إيه العوامل اللي بتؤثر على مقدرتك على عمل المجهود؟ هنحفظ العناوين واضحة قوي، مش عايزة إيه؟ مش عايزة شطارة. أول حاجة الإيش؟ عادي خالص، فيزيكال كاباسيتي ماشي إز نوت كونستنت، جميل؟ يبقى كل ما تبقى انت يانج يبقى الايه الفيزيكال كاباسيتي بتاعتك اعلى، لما تبقى اولد يبقى الفيزيكال كاباسيتي بتاعتك ايه اقل. يبقى هنحفظ العنوان ده اهوت زي ما قلنا كده. تاني حاجه 6 هنقول ان الومن هاف لوور فيزيكال كاباسيتي ذان مين اوف ذا سيم ايج، يبقى الستات المقدره الجسمانيه بتاعتهم اقل من الراجل اللي في نفس السن خلاص باي اباوت من 20 ل 30%. يبقى الست ايه الفيزيكال كاباسيتي بتاعتها اقل من الراجل من 20 ل 30% اذا سيم ايج، تمام. طيب ثالث حاجه سيستميك فيزيكال تريننج، واحد بيتدرب كتير، لعيبه الكوره بيتدربوا، الرياضيين بيتدربوا، هل اللي بيتدرب الفيزيكال كاباسيتي بتاعته زي اللي قاعد نايم وعايش حياه كده وعايش حياه خامله؟ لا، يبقى اللي بيأثر كمان ويزود الفيزيكال كاباسيتي ها السيستماتيك فيزيكال تريننج. يعني ايه سيستماتيك فيزيكال تريننج؟ يعني ايه؟ يعني الايه التدريب الايه المستمر. يبقى ده ويل انكريز ذا ليفل اوف فيزيكال كاباسيتي، جميل. طيب هنلاقي بعد كده بنقول احنا قلنا الفيزيكال كاباسيتي ده بيعتمد على الاكسجين ابتيك، مش كده؟ جميل. يبقى هنقول يبقى نمرة واحد for people with low physical capacity، الناس اللي الفيزيكال كاباسيتي بتاعتهم قليلة ها الورك لود should not exceed 30%، يبقى بيستهلك اكسجين ها بنسبة 30%. لكن الناس اللي عندهم medium capacity ممكن يستهلك الاكسجين لنسبة ايه 40%، والناس اللي عندهم high capacity ممكن يستهلك اكسجين لنسبة ايه؟ لنسبة ايه؟ لنسبة 50%. طيب هنا بنقول فيسيولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف فيزيكال اكسرسايز، هنا هو بيقول لك ايه الفيزيكال اكسرسايز؟ فيزيكال اكسرسايز اللي هي انقباض الايه؟ انقباض الايه؟ العضلات. هنيجي بعد كده نلاقي 2.7.2 نقول الكرايتيريا اوف كلاسيفيكيشن، انا انقباض العضلات بقسمه بايه؟ لو تفتكروا السنة اللي فاتت انتوا خدتوا في وظائف الأعضاء خدنا نوعين من انقباض الايه؟ من انقباض الايه؟ العضلات، اللي هو اكسرسايز ايزوتونيك كونتراكشن، قلنا الايزوتونيك كونتراكشن. تعال انت كده زق حاجة تقيلة قوي، هل العضلة بتاعتك بتقصر؟ ما بتقصرش خلاص، لكن الشغل بتاعها بالشغل ايه بتاعها بيزيد، ماشي خلاص تمام. طيب ممكن جدا انت الايزوتونيك كانك بتتني دراعك، الايزوتونيك انت لو بتتني دراعك مش كده بتلاقي العضله اللي على الدراع كده بتبقى ايه انقبضت قصرت مش كده، لكن لما تتك عليها بتلاقيها ايه ما فيهاش انتنستي، ما فيهاش ايه ما فيهاش تنشن، ما فيهاش ضغط، يبقى ده اللي بنسميه ايزوتونيك كونتراكشن. يبقى ايزوتونيك كونتراكشن اوف ذا ماسل تشينج ان اتس لينث، بتقصر ها وايل اتس تنشن ريمين ذا سيم، جميل. طيب ديورنج ستاتيك اكسرسايز، يعني بتبذل مجهود لكن مفيش حركه واضحه قدامك، انت بتزق حاجه، يبقى العضله ما بتقصرش لكن هي العضله بتزق، ده اللي بنسميه ايزومتريك كونتراكشن اوف ذا ماسل، خلاص. يبقى ذا لينث اوف ذا ماسل ريمينز ذا سيم وايل ذا تنشن انكريز، يبقى احنا هنحفظ العنوانين دول، الايزوتونيك هنحفظ الماسل لينث از تشينج، طول العضله بيتغير ولكن التنشن بيفضل ثابت، والايزومتريك ذا لينث اوف ذا ماسل didn't change وايل ذا تنشن ايه ذا تنشن اوف ذا ماسل ايه ذا تنشن اوف ذا ماسل ايه increase، جميل. طيب بكده نبقى احنا خلصنا المحاضرة الثانية.
الاسئله اللي ورا لو انتم شايفينها كده اللي في صفحه 18 ملهاش علاقه خالص بالايه بالموضوع اللي احنا بايه بنتكلم فيه.